شيخ شنو المشهد داخل البيت السني؟ هل هناك اتفاقات جديدة على السيد محمود المشهداني أم الذهاب باتجاه آخر؟ تفضل. طبعا اليوم البيت السني هو طبعا هو متفكك منذ أشهر، هو تفكك ولم يتفق ولم راح يتفقوا على أي مرشح مثل ما تحدث الأخ الأستاذ وائل. طبعا هناك انشقاقات، وبعض القيادات السنية هي موالية لبعض الدول، يعني بعض الدول هي تتحكم بعض الشخصيات السنية. لهذا ما راح يتفقون، يعني لا راح يتم الاتفاق على السيد المشهداني ولا العيساوي، ولا راح يذهبون إلى تعديل المادة 12 كي يتم ترشيح شخصية أخرى. لكن هو الحقوق والدستوريا وقانونيا للمكون السني، هو اليوم حزب تقدم هو يمثل المكون السني رسميا، وهو صاحب القرار، وهو صاحب المرشح اللي هو يتسنى منصب رئاسة مجلس النواب.